تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي عن إطلاق أكبر منصة تدريبية لمتطوعي كيانات العمل الأهلي. تهدف المنصة إلى رفع قدرات وإمكانات الشباب المتطوع في كيانات التحالف الوطني. في مصر كل اللي احنا بنتمناه، بس احنا محتاجين نوصل له. قلنا في مبادرات وفي آليات ممكن تتعمل لو احنا عايزين نجيب ناس بتلعب كرة قدم هائلة، هنلاقي ناس بتكتب شعر عظيم، هنلاقي ناس بتكتب روايات عظيمة، هنلاقي كل حاجة موجودة في 104 مليون كل حاجة. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إطلاق أكبر منصة تدريبية لمتطوعي كيانات العمل الأهلي. التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أسس المنصة للاستفادة بقدرات الشباب المصري. تهدف المنصة التدريبية لرفع قدرات وإمكانيات الشباب المتطوع في كيانات التحالف الوطني. دورات تدريبية مكثفة سيحصل عليها متطوعي مؤسسات التحالف الوطني. ستعمل المنصة على نشر قيم التطوع لجذب شباب جدد لدعم الأولى بالرعاية والتنمية. أكثر من 30 مليون مصري يعمل التحالف الوطني لدعمهم لمواجهة الأزمة العالمية. 251 ألف شاب وفتاة عدد المتطوعين في كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. 39 مليون ساعة عمل شارك بها متطوع التحالف في أنشطته في عام 2022.